سوء حظنا اليوم تأتي المباراة في ظل ظروف صعبة جدا، أمطار لا تتوقف هنا على أرضية الملعب، ورغم ذلك الجماهير تتواجد بقوة خلف فريقها في مباراة اليوم. نتمنى أن لا يكون لهذه الأجواء تأثير على سير المباراة. أكيد أن أرضية الملعب تتأثر بالأمطار، لكن أيضا لاعبين ربما أصبحوا جاهزين مدربين حتى على اللعب في مثل هذه الظروف والأجواء الصعبة. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وغير عادي. كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام. الكرة ملعوبة إلى الأمام. محاولة تمرير كرة عرضي، يحاول لعب الكرة بالرأس في أفضل مكان، لكن النهاية لم تكن ناجحة. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ يلعب كرة بينية. دفاع الفريق الخصم يلعب كرة داخل الصندوق، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم، تمريرة فرصة للتسديد، ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. بضغط طويل تمكن من افتكاك الكرة. فرصة يسدد الكرة، كان على وشك.
شك استغلال هذا الخطأ. Yeah.
كبيرة طولية. كرة طويلة للأمام. يلعبها لمنطقة الخطر. والتسلل آخر. يحاول تمريرها من بين المدافعين. عدت الكرة. اللاعب يحاول المرور. تسديدة. رائعة ردة تصدي. رائعة من الحارس. رائعة ردة الفعل. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معه المدافع على لاحظ معه تحركاته تألقه ثباته شخصيته في هذا اللقاء. طويلة إلى الأمام. يبعدونها. يرسل كرة إلى الأمام. بكل قوة بكل إصرار يواصل المشوار. كرة على الطرف. موجود إبعاد الكرة. Thank you.
تدخل جميل واعتراض أجمل. كرة خطيرة وفرصة للتسجيل. اليوم أداء دفاع غير عادي، مباراة كبيرة.
تمر بسلام على المدافعين. يلعب كرة طولية إلى الأمام. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. يستمر في المحاولة في الركض بالكرة، يلعبها ببراعة، والكرة في الشباك. جول! ويسجلون الهدف الافتتاحي. تساهلوا في الضغط عليه، استحقوا العقاب.
اليمين يلعب كل هذه براءة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. يلعب كرة طولية إلى الأمام. Oh!
يلعبها لمنطقة الخطر. خسر المواجهة أمام خصمه. تدخل جميل واعتراض أجمل. يلعبها طويلة على الطرف. تحرك بقوة هائلة ويلعبها أرضية. Yeah.
Thank you.
يقول تسلم. الجمهور عنده سؤال. Yeah.
جميلة تسديدة أجمل. يا لها من كرات ضاعت اليوم، غير محظوظ، ابحث عن الحظ في كل مكان يا صديقي. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. لديه فرصة ليلعب كرة عرضية.
الكرة. Yeah.
Yeah.
تمر بسلام على المدافعين. أفقد الخصم التركيز، التوازن، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم.